هذا هو خط التاريخ الدولي الذي يقع على خط الطول رقم 180، وهذه دولة كيريباتي، دولة صغيرة تتكون من مجموعة من الجزر، وأعتقد أنك لم تسمع عنها من قبل. في سنة 1979 تنازلت الولايات المتحدة عن جزر فينيكس لصالح كيريباتي، وكانت هذه الجزر تستخدم توقيت غرب غرينتش، والجزر الرئيسية تستخدم توقيت قبل غرينتش، وهذا يعني أن الجزر الجديدة ستكون متأخرة ب 23 ساعة عن بقية أجزاء الدولة. وفي سنة 1994 وعد الرئيس الكيريباتي تيبورورو تيتوم بتوحيد التوقيت في كل أنحاء الدولة في حالة انتخابه رئيسا، وفعلا تم انتخابه ووفى بوعده وقام بتوحيد التوقيت. لكن هذا القرار أزعج بعض الدول المجاورة، اعترضت مملكة تونغا وجزر شاتام النيوزيلندية على هذا القرار، لأن دولة كيريباتي أخذت منهما لقب أول دولة يبدأ عندها اليوم الجديد والسنة الجديدة. السؤال الآن، هل يحق لأي دولة اختيار التوقيت الذي تريده؟ وما هو التوقيت العالمي ومن أسسه وكيف يعمل؟ وما هي أغرب المناطق الزمنية الموجودة في العالم؟ وما الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي؟ أهلا بك في حلقة اليوم عن التوقيت العالمي. هذه الحلقة قد كنت نزلتها في القناة قبل أشهر، لكن حذفتها من القناة لأنه نسيت ذكر معلومات شفت أنها مهمة ويجب ذكرها، وأيضا حذفت بعض المعلومات. في النهاية أتمنى أن تعجبك الحلقة، وإذا عجبتك لا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو. بدأ تقسيم اليوم إلى 24 ساعة لأول مرة في حضارة مصر القديمة، حيث قاموا بتقسيم النهار إلى 12 ساعة والليل 12 ساعة، وكانوا يعتمدون على حركة الشمس في تقسيم النهار وحركة النجوم في الليل. وهناك بعض المصادر تقول أن تقسيم اليوم لـ 24 ساعة ظهر في بلاد الرافدين، ويعود استخدام النظام الستينين الذي نستخدمه حاليا لحساب الدقائق والثواني إلى السومريون في بلاد الرافدين، ونقلوها للحضارات التي جاءت بعدهم. والآن بعدما عرفنا متى تم تقسيم اليوم وتقسيم الساعات، الآن جاء دور لماذا قسم العالم إلى المناطق الزمنية الموجودة حاليا. أدى تطور وسائل النقل والاتصالات في بريطانيا في القرن 19 إلى الحاجة إلى وجود نظام توقيت ينظم حركة القطارات بين المدن، ولم يكن يوجد نظام مركزي ينظم حركة القطارات، وتسبب ذلك في فوضى في خطوط السكك الحديدية وتصادم بعض القطارات، مما دفع محطات السكك الحديدية إلى إرسال إشارات عبر التلغراف للتواصل بينها. وكذلك أدت المنافسة التوسعية بين القوى الأوروبية الاستعمارية إلى الحاجة إلى طريقة تمكنها من تحديد مواقع وطرق الملاحة للسفن التجارية والأساطيل العسكرية من أجل الهيمنة والسيطرة على العالم. وفي سنة 1884 طلب الرئيس الأمريكي بعقد مؤتمر لتحديد خط طول مرجعي لكل دول العالم، وحضر المؤتمر 26 دولة. في البداية كان هناك اختلاف بين الدول المشاركة أين سيمر الخط، وكل دولة كانت تريد الخط يمر من أحد مدنها، لكن في النهاية تم الاتفاق على المرصد الملكي في غرينتش بلندن إنه يكون الخط المرجعي. وقسمت الأرض بموجب الاتفاق إلى 24 منطقة زمنية، 12 ساعة قبل غرينتش و 12 ساعة بعد غرينتش، وتم تقسيم الأرض إلى 360 خط، وخط الصيف يسمى خط غرينتش نسبة لمدينة غرينتش الواقعة في جنوب شرق لندن، ويقع على يمين خط غرينتش 180 خط وعلى يساره 180 خط. إذا كنت منتبه معي بالفيديو ستقول 180 خط شرق غرينتش زائد 180 خط غرب غرينتش يساوي 360 زائد 1 الذي هو خط غرينتش، إذن المجموع 361 خط، فلماذا تقول أن عدد خطوط الطول 360؟ تعال أفهمك، سنعد الخطوط من الخط رقم 1 شرق خط غرينتش ولن نحسب خط المنتصف الآن، وسنجمعه في الناتج بالأخير 1 2 وحتى نصل لخط رقم 180. والآن نعد الخطوط أربع الخط 1 2 لحتى ما نصل للرقم 179 ونتوقف، وهنا سنجد المشكلة، هل سنزيد رقم عشان يصبحوا 180 غربا و180 شرقا؟ في هذه الحالة سيكون هناك 361 خط مع خط المنتصف الذي تركناه على جنب. وجدنا حل للمشكلة، هو أن الخط رقم 180 يكون مشترك بين خطوط الشرق والغرب، إذا 179 خط زائد 179 يساوي 358 زائد خط المنتصف غرينتش والخط المشترك رقم 180، إذا المجموع 360. الخط المشترك رقم 180 يسمى خط التاريخ الدولي، وله نفس أهمية خط غرينتش. عند هذا الخط تبدأ شروق شمس اليوم الجديد وتبدأ السنة الجديدة، والفارق الزمني بين الجهة التي تقع على يمين الخط والجهة اليسرى يوم كامل، أي 24 ساعة. عندما يعبر شخص مثلا من جهة يسار الخط إلى الجهة اليمين
فعليه تأخير الوقت 24 ساعة. في الصورة تظهر جزيرتين، على اليسار جزيرة ديوميد الكبرى التابعة لروسيا، وعلى اليمين جزيرة ديوميد الصغرى التابعة للولايات المتحدة. تقع الجزيرتين في مضيق برينج، والمسافة بين الجزيرتين 4 كيلومتر فقط، لكن فارق الوقت بين الجزيرتين 21 ساعة. الجزيرة التابعة لروسيا تستخدم الوقت 12 قبل غرينتش، والجزيرة التابعة للولايات المتحدة تستخدم الوقت المستخدم في ولاية الأسكا الأمريكية، وهو 9 ساعات بعد غرينتش. كان من المفروض أن يكون خط التاريخ الدولي مستقيم بهذا الشكل، لكن لتجنب الفارق الزمني الكبير بين نفس الدولة فضلت روسيا أن ينحرف بهذا الشكل. ولو كان مشى بشكل مستقيم كان السكان في هذا الجزء سيأخرون ساعاتهم عن سكان هذا الجزء ب 24 ساعة. وتعرج الخط باتجاه الغرب عشان يبقى الوقت في جزر ألوتيان الأمريكية قريب من الوقت في الولايات المتحدة، وأكبر تعرج للخط عند جزر لاين أو جزر الخط التابعة لدولة كيريباتي، ويكون الوقت هناك 14 ساعة قبل غرينتش. كل دولة هي حرة في اختيار التوقيت المناسب لها. مثلا لدينا الصين، رغم أنها تقع على 5 مناطق زمنية إلا أنها تستخدم توقيت العاصمة بكين كتوقيت رسمي لكل البلاد، وهو 8 ساعات قبل غرينتش. وهذا التوقيت يسبب العديد من المشاكل للمناطق الواقعة في غرب البلاد. عندما تشرق الشمس في العاصمة بكين في شرق البلاد، فإن المناطق الغربية تنتظر 3 ساعات حتى تشرق الشمس عندها، ولا يبقى للسكان في الغرب سوى أنهم يستخدمون وقت 5 ساعات قبل غرينتش بطريقة غير رسمية، أو أنهم يتأقلمون على توقيت بكين. تقول الصين أن استخدامها التوقيت الموحد من أجل أن يشعر جميع السكان بالوحدة الوطنية. ليست الصين وحدها من لديه توقيت قريب، هناك كثير من البلدان لديها توقيت مخالف لنظام المناطق الزمنية. مثلا لدينا ليبيا والمغرب، يقع نصف المغرب على خط غرينتش والنصف الآخر ساعة بعد غرينتش، ورغم ذلك لا عملت لا بهذا ولا ذاك، وفضلت تقديم الوقت ساعة قبل غرينتش. ونفس الحال مع ليبيا. لو سألتك الآن ما هي الدولة التي تملك أكبر عدد مناطق زمنية، أكيد إنك ستجاوب بدون تردد أنها روسيا، لأنها أكبر دولة في العالم وتغطي كل شمال قارة آسيا. ولكن الإجابة خاطئة، والدولة التي تمتلك أكبر عدد من المناطق الزمنية هي فرنسا. أكيد صدمتك بالإجابة، فعلا فرنسا أكبر دولة في عدد المناطق الزمنية، وتمتلك 12 منطقة زمنية، لأن هذه التي تظهر على الخريطة مش فرنسا كاملة، فرنسا أكبر من ذلك بكثير. كل المناطق التي تظهر باللون الأزرق الغامق تعتبر أراضي فرنسية، وتستخدم اليورو كعملة رسمية وتشارك بالانتخابات. تستخدم الأراضي الفرنسية الرئيسية التوقيت ساعتين قبل غرينتش. أما ثاني دولتين بعدد المناطق الزمنية هما روسيا والولايات المتحدة، وكل دولة لديها 11 منطقة زمنية. تعمل روسيا بعشر مناطق زمنية في الأراضي الروسية المتصلة في قارة آسيا وأوروبا. أما المنطقة الروسية رقم 11 تقع في مدينة كالينينغراد في وسط أوروبا، وإقليم كالينينغراد يعتبر إقليم روسي ويعمل بتوقيت ساعتين قبل غرينتش. ليس كل الدول تعمل بتوقيت ساعة مكتملة، بعضها يستخدم نصف ساعة أو 45 دقيقة، ويعمل بهذا النظام في بعض الدول حتى يكون هناك توازن بالتوقيت، وتكون هذه الدول عادة تقع بين منطقتين زمنيتين. مثلا لدينا دولة أفغانستان، وتستخدم 4 ساعات ونصف، حيث يقع نصفها بين منطقة 4 ساعات والنصف الآخر بين منطقة 5 ساعات. والدول الأخرى التي تستخدم النصف ساعة هي إيران وكوريا الشمالية والهند وسريلانكا وميانمار. والدولة الوحيدة التي تستخدم 45 دقيقة هي نيبال، وتستخدم التوقيت 5 ساعات و45 دقيقة قبل غرينتش. تستخدم دولنا العربية 5 مناطق زمنية مختلفة. تستخدم عمان والإمارات توقيت 4 ساعات قبل غرينتش، وأغلب الدول العربية تستخدم 3 ساعات قبل غرينتش. والدول التي تستخدم هذا التوقيت هي اليمن وفلسطين والسعودية والعراق وسوريا والكويت والأردن والصومال وقطر والبحرين ولبنان وجيبوتي وجزر القمر، وتستخدم مصر وليبيا والسودان ساعتين قبل غرينتش، والجزائر والمغرب وتونس ساعة قبل غرينتش، وتستخدم موريتانيا توقيت غرينتش. كانت سوريا والأردن تستخدمان التوقيت الشتوي قبل ما يتم إلغاؤه في عام 2022، وفي سنة 2023 أصدرت لبنان قرار ببدء العمل بالتوقيت الشتوي، وهذا القرار عمل ضجة كبيرة داخل الطوائف في لبنان بين مؤيد ومعارض للقرار. ويتم استخدام التوقيت الصيفي والشتوي في دول أوروبا ومعظم المناطق في أمريكا الشمالية وجنوب أستراليا ودولة تشيلي، وتخلت عن هذا النظام الكثير من الدول واكتفت بالتوقيت الصيفي.
التوقيت الصيفين والشتوين هو تغيير عقارب الساعة مرتين كل سنة عبر تقديم الوقت لمدة ساعة في فصل الصيف والعودة للتوقيت الرسمي في الشتاء أو العكس. وفي بعض الدول يتم تقديم الوقت لنصف ساعة فقط، ويستخدم التوقيت الصيفين والشتوي عادة في الدول التي تقع بالقرب من القطبين وخاصة الشمالي. وسبب تغيير الوقت هو الفرق بين مدة طول الليل والنهار خلال فصل الشتاء والصيف. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا عجبتك أدعمنا بلايك عشان تساعد الحلقة بالانتشار، واشترك بالقناة إذا عجبك محتوى القناة. أراك في الفيديو القادم. سلام.